يشيع أهالي مدينة جنين جثمان الشهيد الفتى خالد عرقاوي الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة رام الله. خلال هذا الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد هذا الفتى البالغ من العمر 17 عاما. يشيع أهالي المدينة الآن جثمان الشهيد وسط حالة من الغضب وإطلاق للرصاص بعد وصول جثمانه من مدينة رام الله إلى مدينة مسقط رأسه. ودعت عائلته الشهيد هنا في مستشفى جنين الحكومي وهو في طريقه الآن إلى مثواه الأخير في المقبرة وسط حالة من الغضب وإعلان للحداد العام في هذه المدينة بعد استشهاد هذا الفتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال اقتحمت رام الله، أطلقت الرصاص الحي باتجاه مواطنين فلسطينيين، سلمت إخطارا لهدم منزل عائلة أسير فلسطيني في مدينة رام الله، وبعد ذلك انسحبت من المدينة ووصل جثمان هذا الفتى إلى هنا إلى مسقط رأسه في مدينة جنين حيث يجري تشييع جثمان وسط حالة من الغضب وإعلان للحداد العام. عميد شحادة، العربي، جنين.